برافو. واكيد الحمد لله اليوم الجزائر راهي زاهيه ومهنيه والحمد لله. لحلو قالت لك مقبله فله، انت ماشي لحلو انت سكر. السكر ميرسي بارك الله السكر. بصح لحلو وشنو؟ مازال عندها لافون مزيره. مازال الله يبارك فيك. لحلو سي لو نون فامي ولا سي لو برينون؟ لو نون فامي تاع الفامي. لو نون فامي يعني انتوما في لا فامي تاع العسل والسكر والحلو. الله يحفظك ميرسي بارك الله. يا سلام عليكم. الله يحفظك صاحبي. ولو برينون سي حميدو. حميدو اسم طول العمرك بابا حامي عبد الحميد. الله حميد. وتحيه ليك وتحيه لوهران. اسمحوا لي بس وهران بقديل. وهران وقديل. وهران وقديل. وهران وهران وقديد قديد. تحيه للناس قديد. شكرا. راك مع فنانه اهدر برك. لحلو تحيه كبيره ليك والله. بس نقول لك حاجه، في لا دابيتود ما يحبسش من لي بلاغ وتمسخر. اليوم سكتيه. شوفي احنا كي نكونوا يا عمري جو سون كي الناس حنا سي بوغ سا حساسين. جو سون طون طون ندير باغ اكزومبل الحفله الاخيره اللي درتها في لبنان. تحيه لكل اهل لبنان واهلي حبايبي في طرابلس. حييوهم. العنود وكل. فكانت في اوبرا وكان كومبلي يعني. فطلعت على المسرح في اخر الصف، حس كانه فيه روح بيني وبينها، طاقه بيني وبينها. دير هكذا دير هكذا دير. حسيت انه في وحده تحبني من اخر. غير رحت لها لاخر الصاله، حبطت ورحت لها لاخر الصاله. قلت لها قولي لي وشك حبيت. قولي لي. تلاحت عليه وبدات تبكي. في شيء يعني عندنا الناس نحسوا ب فحس الحب تاعك. الله يحفظك. حس انه عندك دي سوفينير دونفونس كي كنت تسمعني بالك ما اوفر. بزاف بزاف. هذه هي بزاف. الله يحفظك. والوالده تحب فله باينه هذه. يا عمري يا ليها ان شاء الله. هي لما تفرح بوليداتك ان شاء الله. امين يا رب. تفرح بوليداتي. امين. الحمد لله رب. الحمد لله. وحنا صراحه اليوم حسينا فله لي تري زيكيليبغي في حياتها ما شاء الله. ان شاء الله دوم هذا ليكيليبغ وصحتك. فقط فله على بالك لي ريزو سوسيو كاين اشاعات وعلى بالك واحد لا فيديو دارت حاله انه فله الجزائريه تزوجت. يمدونا لا فيديو ونخلو فله تعلق لنا. فله بلا روب بلانش. وعلى بالك حنايا المشهورات كل ما يتزوجي يقول لك مع رجل اعمال، يحبوا يزيدوا هذيك رجل اعمال. هاي فله الله الله وقال لك رجل اعمال تركي ولا روب بلانش جاتك ما شاء الله. دونك فله هذه دارت بزاف لي ريزو. صحيح. احكي لنا على هذا لا فيديو. الحفل اللي كنت نحكي لكم عليه كان هذا يوم وانا داخله الاوبرا. في طرابلس، دار الثقافي في طرابلس، وكان الحفل تما. واللي راهو يوصل فيا صحيح انه صار في اعجاب. ايه دكتور سنان. ايه وهو ممثل كذلك. ايه ولكن حكم اني مسافره للجزائر قلت له معليش بعد 10 سنين ان شاء الله نفكر نقول لك. يعني ما نقطعش امل. ايه وعلاش لا؟ اذا فله ما اعتزلتيش الغرام؟ لا ما اعتزلتش الغرام. قداش دوك راني مغرومه فيا انا معايا نحبني ونموت عليا ونقصر معايا ولكن ولكن كيجي نصفي الثاني في الايام يعني يقول لك العكازه نتاعي. شي عكازه مش لا لا اكيد يعني علي من تتكاي سند. علي من سند مليح اللي كيكون قاسمك في عدمه الدموع تاعك في المخده تروح في بونويش ويشاركك ويخليك تتقدمي لما لا. ما نقدروا نسمعوا في اللعبه بسامه على سنتين ولا تزوجت وعاودت حياتها. وارده يعني هذا تاع لا فيديو يقدر يكون سيبنا. لا لا هذا لا 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 هذا لا لا. هذا مولد بلادي. ايه في الجزائر. هذا انيسه. انيسه خليوني انا نشتي هذوما الخرجات. اعزائي المشاهدين اليوم ما عندكمش واش تخيروا، حنا اللي نخيروا نزيدوا نتكسلوا نزيدوا نطلبوا والمهر غالي. المهر غالي. لا لا وراني نضحك، انتوما الشابات اللي تتزوجوا. لا لا يا فلان. لا لا تزوج خلود بنت بنتي ان شاء الله بنت سكينه. ما يمنعش انه اذا لقيت ان برانس شارمون
اللي ما يهبلنيش باسكو انا شويه يعني لازم واحد هكا لازم واحد يتهلا فيك في الديريكتوال ولا اللي يحب لي يذوق الفن واللي المواصفات شاعر ولا اعطينا المواصفات. انا المواصفات مالش نخلو في اللون بعد نبغي يكون عنده دي شيفي بلون غيزونون غيزونون في اللون غيزونون ولا صفر لا 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 غيزونون شايب شويه ماشي مطبطب بزاف لا لا مليح سيد روح مليح يعني يكون يمشي يحب سبور بس كان نمشي بزاف مليح طبيب مليح طبيب مليح بون انجينيور دو ستوديو مليح تانيك يكون عنده ستوديو يكون في الفن يعني ولا عنديش بزاف شروط يعني لا لا يكون برك يعرف قيمتك يكون يحب الفن يحب يكون يا يحب الفن يا يوقف لك على صحتك لا صحة نعالج روحي إن شاء الله نوصل إنه نعالج لا لا كي يجي هوال تما صحة تسقم إن شاء الله يعني المواصفات ما راكيش يعني ليسونسيال يعرف الفلة يكون يذوق الفن يكون يحترم يعني في احترام يتكلم باحترام يتكلم بليفل تاع لافو ما يعيطش ما نحبش العياط أنا يا حبيبتي نحب نهضر هكذا باسكو في الحقيقة إنه كي وحدة أو واحد ديري هكذاك تحبي كي تهدر تكوني في جماعه وتهدري هكذاك يديروا يسمعوك ف بما ان دخلنا في الموضوع خليني نوجه يلا حبيت نوجه رساله الى لو ليفل تاع لا فوا لو ليفل تاع الكواليزور تاع التلفزيون ونكونوا نشوفوا في مسلسل رانا من بعد تطلع لك لا بوبليسيتي ديال هكاك دونك يا ريت كاع التلفزيونات تعمل ايكواليزور باش ندوقوا اي لا بوبليسيتي اي المسلسل وحنايا حتى صفقوا عليا باسكو سي امبورتون يلا وحنايا زوج في المستقبلي مادام بينا يكون في لافوا تاعو ما يتسرعش يكون بالعقل هكذا تخي كلاس تخي يلا مرتب روحه الحلو وش المواصفات تاعك؟ طيب هذوك هما قالت لا لا بصح انت راك تشوف مواصفات اخرى بالك يا اختي غادي تزوج انا يا تقول لك اورغانيزاتور مليح راه تقول لك ما تسيفوش عليا نعرفهم انا قاعد توغو لا 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 هي تحب واحد تخي كلاس وهذاك السوغان ما تحب صح انا باغي تعيش هانيه ما خاصهاش تنقريش صح انت هانيه تنانانا وانا طول الليل سهرانه عليك ما يجيني ناس شوف انا بديت من 8 سنين في عمري صح 8 بديت العراس العراس والميكرو وكذا وكذا والامبيونس ورا سي با كو جي بري ان اج مي جيم بيان ندوق الفن ب جيم با ترو الصوت العالي صح صح فهمناك فهمناك يلا اليوم الحصه راهي هايله وما تروحوش بعيد نروحوا لفاصل قصير ورانا راجعين